خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا باسان. صباح الخير يا احمد. صباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان. يعني يكمل التفاؤل بيطمنينا على اخبار الطقس بقى. لا والله الجو معقول، احنا من امبارح وفي انخفاض يعني ملحوظ بعد ما كنا مرينا بموجه حاره شديده، لكن دلوقتي يعني في انخفاض في المعدل الطبيعي للوقت اللي احنا فيه. الحمد لله، ضعينا في التفاصيل. اوكي دلوقتي تعالوا نتابع معاكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع وسعر الشراء. سعر البيع 18 جنيه 72 قرش، سعر الشراء 18 جنيه 64 قرش. اليورو سعر البيع 19 جنيه و70 قرش، بالنسبه للشراء 19 جنيه و60 قرش. الجنيه الاسترليني سعر البيع 23 جنيه و6 قروش، وسعر الشراء 22 جنيه 96 قرش. الفرنك السويسري سعر البيع 18 جنيه 97 قرش، سعر الشراء 18 جنيه 88 قرش. اليوان الصيني 2 جنيه 79 قرش للبيع و2 جنيه 77 قرش للشراء. الريال السعودي 4 جنيه 99 قرش للبيع، 4 جنيه 97 قرش للشراء. دينار كويتي 61 جنيه 11 قرش للبيع، 60 جنيه و83 قرش للشراء. اخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و9 قروش للبيع و5 جنيه و7 قروش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، عيار 18 سجل 860 جنيه، عيار 21 وصل ل 1003 جنيه، عيار 24 1146 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب 8024 جنيه. هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، في كمان فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.